أهلا وسهلا بكم في سفاري مكان للوازم الرحلات والتخييم في العامرات. نستعرض لكم اليوم بطارية محمولة للرحلات 17000 أمبير، هي خزان طاقة وبنك للطاقة بوزن 5 كيلو. شفتوا هذه الحقيبة بداخلها ملحقات كثيرة، أولها البطارية وعدد 2 من ليتات LED وشاحن وكيبل USB للهواتف ومدخل ولاعة وكيبل أقطاب البطارية موجب وسالب. المميز في هذه البطارية تجي معها شاشة توضح لك كم المتبقي في البطارية مثل ما واضح معكم في هذه الصورة، وتشغل لك كل هذه الأجهزة الواضحة في الصورة. هنا مسميات لكل مدخل، وكذلك هنا الأشياء اللي هي متوفرة في هذه الحقيبة، هذه الأشياء كامل تجي في هذا الكرتون، وهنا المواصفات، وكذلك يخبروك في هذه الصور وش الأشياء اللي تشغلها وكم وزن البطارية. لمشاهدة المزيد تابعنا عبر الانستغرام سفاري مكان.